في المدخل الغربي لولاية عنابة بضواحي بلدية بالرحال يتواجد هذا الفضاء الرائع الذي يستقطب عددا معتبرا من العائلات الباحثة عن الراحة في قلب الغابات. هذه البلاصة اسمها بلوط الزاوش هنا، وفي قرية حي أحمد بقصاص، طريق بالرحال طريق الوطني رقم 44. البلاصة هذه مقتبل للعائلات، يجيوا استجمام من هنا. البلاصة هذه بانها كالم وعافية والله المكان رائع وعائلي ومتنزه مليح، جو ربيعي الحمد لله، لا سيكوريتي توتي كالم نظافة. تواجد الأبناء في عطلة يزيد من الإقبال للتمتع بهذا الجمال. وجبنا نطوني فاكونس، كنا نخلي الدراري منا يلعبوا، والله حاجه ملاحه هذه هي، وان شاء الله تقعد كيما هكا بركه. بلاصه سيكوريتي هنا ومبتوم على لي فاكونس تاع الدراري، يجيو يعقبوا يامات وسولاجيو شويه، يجيو لي فامي يتخلطوا هنا كل وقت، وخاصه بجمعه وسبت. جمعه وسبت ديما كاترين فيها. سحر المكان لا يمنح الراحه للتلاميذ فحسب، بل تمتد الى ربات البيوت لتكسير الروتين المنزلي الممل وتجديد الامل. ونحن عساك ويكاند نجو نتفرهدونا نديرو بيكنيك مناحة مع وليداتنا هم يلعبوا، نحن نحو عبنا شوية. احنا تاني وسي به نسولاجيو، احنا وسي لدانا الكبار ما نساوش رواحنا ونبروفيتو بهذا المناطق الخلابة الله يبارك. تقدر تجي ترتاح فيها تسولاجي نظافة، يعني واحد ما يقلقك، يعني تقعد آلاز مع الولاد. عنابة تمتلك سحرا خاص يأسر كل الناس لجمال ما فيها من زرقة الشواطئ وخضرة الغابات، فأضحت سامية ترنو لها الأرواح، وكل من يستنشق نسيمها يرتاح ويدرك الانشراح.